عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم عبد الهادي بخاري من شركة بروج العقارية. اليوم عندنا مشروع مميز جدا، مميز بخدماته، مميز بموقعه، ومميز أيضا بإطلالته على البحيرة وعلى البحر. زي ما انتم شايفين احنا الآن في ملعب الجولف، خلوكم معنا وشوفوا تفاصيل المشروع. بروج العقارية، جمال الدار وأمان الاستثمار. الآن راح أشرح لكم المشروع على المجسم. طبعاً زي ما انت شايفين عندنا هنا البرجين المبنية على مساحة 5000 متر مربع، مساحة الأرض بالكامل إجمالي مساحة 52000 متر مربع. فهذه ميزة صراحة في المشروع، أنك تبني برجين على 5000 متر مربع وعندك الخدمات على 47000 متر مربع. صراحة هذا المشروع طبعاً بالحجم هذا غير متكرر، أنك تبني مساحة صغيرة في مساحة كبيرة. عندنا زي ما انت شايفين البرج الأول عبارة عن 30 دور، وعندنا البرج الثاني عبارة عن 25 دور. البرج هذا يخدم بطريقة الخدمات الفندقية، يعني وانت جالس في شقتك ممكن تطلب من المطاعم أو ممكن تطلب نظافة للشقة والغرفة. الوحدات السكنية الموجودة في المشروع عندنا من غرفة وصالة إلى 5 غرف وصالة تقريبا، وعندنا أيضا 52 محل تجاري موجود بالأسفل. طبعا الميزة في المشروع انه السكان ممكن ينزلوا الى السوق او المشروع او المحلات التجارية، وايضا المارين او الناس اللي يجوا من برا ممكن يتسوقوا في المشروع، لكن الخدمات الموجودة للمجمع فقط لسكان المشروع، فهذه ايضا تعطي ميزة انه عندك سوق عام ولكن الخدمات تكون خاصة. إذا تكلمنا عن شركة ديمر إنشاءات، هذه الشركة اللي لها أكثر من 35 سنة في مجال الإنشاءات، وأسست أكثر من 15 مشروع سكني تم تسليمه في مختلف مناطق إسطنبول. هذه الشركة الآن لها مشاريع أيضا تحت الإنشاء، من ضمنها هذا المشروع اللي احنا موجودين فيه. إذا جينا الآن نشرح الخدمات على الخريطة، عندنا ملعب جولف في المجمع بمساحة 11000 متر مربع، وعندنا أيضا مسابح مفتوحة، هذا مسبح في ألعاب مائية، وأيضا عندنا هنا مسبح كبير موجود، وهنا أيضا عندنا أسواق تخدم المجمع. زي ما تشايفين أيضا هنا عندنا أسواق خارجية، وعندنا ملاعب لكرة القدم والتنس، وأيضا جلسات خارجية هنا للباربيكيو والشواء وغيرها، وجلسات عائلية وألعاب أطفال. ميزة المشروع إنها على 4 شوارع أيضا، وعلى شارع يربط بين منطقة بيليكتوزو وأيضا منطقة باشا شهر. هذه أيضا من أهم المميزات الموجودة في المشروع. تعالوا مع بعض الآن نشوف الشقة النموذجية الموجودة في هذا المشروع. وصلنا الآن لشقة نموذج عبارة عن 3 غرف وصالة، مساحتها 160 متر مربع. زي ما انت شايفين اول ما ندخل الباب ما شاء الله ماركة تركية ممتاز جدا، عندنا الانترفون دائما يستخدمونها في نظام البيوت الذكية، هذه الدواليب اللي هي بنظام المكابح زي ما انت شايفين، هذه موجودة في كل الشقق، دولاب جميل. عندنا مباشرة المطبخ، طبعا التشطيب الداخلي زي ما انت شايفين السيراميك اللي هو 120x60 معطي جو جميل للشقة، وأيضا عندنا دواليب متناسقة جدا. طبعا المشروع يسلمون طقم الفرن بالكامل، وأيضا الميزة اللي عجبتني في المشروع اللي هو مهتمين جدا في أدق التفاصيل، منها نظام المكابح، وأيضا عندنا هنا غسالة الصحون، والدواليب صراحة نوعية جيدة جدا والألوان متناسقة صراحة زي ما انت شايفين. عندنا الشيء المميز قبل ما نطلع برا، عندنا بابين هنا متصلة مع الصالة، فهذه أيضا من المزايا الموجودة في هذا المشروع. إذا جينا نتكلم عن التفاصيل الباقية، عندنا الهول زي ما انت شايفين مساحة كبيرة وممتازة تعتبر لاستقبال الضيوف كذا. عندنا الصالة هنا أول ما ندخل الباب زي ما انت شايفين القزاز، دائما في النظام الموجود في تركيا دائما الباب للمطبخ والصالة يكون فيه قزاز، فهنا حاطين قزاز بشكل جميل جدا، ومسكة الأبواب ممتازة صراحة. عندنا الصالة مساحتها 30 متر، مساحة ممتازة جدا زي ما قلنا، عندنا بابين يدخلوا إلى المطبخ يمكن إغلاقهم حسب طلب العميل.
طبعا في الغالب يسلمون مكيف مع الصالة. الباركي أيضا نوعية ممتازة جدا. نشوف الآن تفاصيل باقي الشقة. طبعا هذه شقة نموذج في الشقق، راح يسلمون البوية باللون الأبيض. عندنا هنا في الهول مكان لغسالة الملابس، ويمكن استخدامه كمستودع أيضا. على يدنا اليمين هنا مباشرة عندنا الغرفة الأولى، مساحتها تقريبا 3×4، مساحة ممتازة ممكن استخدامها كغرفة للأطفال. عندنا هنا الحمام الأول اللي يخدم غرفة الضيوف. الميزة في الحمام هذا والميزة في المشروع، مع أنها ميزة صغيرة لكنها يعني تعتبر مهمة جدا، اللي هو الشطاف. زي ما انت شايفين هذا الشطاف مهم جدا لنا كعرب، يعني متعودين عليه. عندنا الغرفة الثانية هنا أيضا مساحتها 3×4، مساحتها كويسة ممكن استخدامها كغرفة للأطفال. عندنا الحمام أو البانيو الرئيسي، الماركة المستخدمينها ماركة سيرال، ممتازة جدا من الماركات التركية الحاصلة على شهادة الجودة. وأيضا السيراميك المستخدم في الجدران نوع فاخر جدا. نجي لغرفة النوم الرئيسية. مساحة غرفة النوم الرئيسية 5×4، مساحة ممتازة جدا تم استغلالها بحيث أنه حطوا دولاب هنا. وأيضا زي ما أنت شايفين ميزة المشروع أنه كل غرفة لها بلكونة، بما أن في الشقة نموذج طبعا ما نقدر نطلع البلكونة، لكن الميزة في المشروع هذا أنه كل غرفة لها بلكونة خاصة فيها وإطلالة البحر من الدور الأول في المشروع. عندنا هنا بانيو وحمام لغرفة النوم الرئيسية، الماركة المستخدمة ماركة ممتازة جدا زي ما ذكرنا. هذه شقة نموذجية 160 متر مربع، 3 غرف وصالة في المشروع. في نهاية هذا الفيديو أحب أشكركم على حسن المتابعة. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا وضغط زر الإعجاب والتنبيهات. التفاصيل والأسعار دائما تحصلونها موجودة أسفل هذا الفيديو. كونوا في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العقارية، جمال الدار وأمان الاستثمار.